موضوع آخر، كشف عبد المؤمن جابو في حوار لتلفزيون النهار أنه لا يستهدف العودة إلى المنتخب الوطني في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يرغب في استرجاع مستواه بعدما عاد للعب عقب غياب دام لعشرة أشهر. وشارك جابو احتياطيا لأول مرة منذ إصابته واستبعاده عن الخضر في مباراة الكأس أمام أمل الأربعاء. إسلام شتي. في المنتخب الوطني مش نخمم، ما نكذبش عليك، مش نخمم فيه. دوك راني نخمم، راني قلت لك كما قلت لك قبيل، راني نخمم نولي نلعب في الفريق تاعي في وفاق سطيف، والفريق الوطني ان شاء الله نهار نولي 100%، نولي نلعب. فما المدرب يعرفني. نبقى دائما مع الوفاق، حيث سلطت إدارة وفاق سطيف عقوبة خصم مراتب شهري في حق المدافع جمال الدين بالعمري عقب قيامه بتصرف غير منضبط ليلة مباراة الكأس ضد أمل الأربعاء، مثلما كشفه حسن حمار الذي أكد بأن بالعمري غادر وجبة العشاء في منتصفها بعد علمه بعدم إشراكه أساسيا في اللقاء. هضر مع المدرب وفعل مائدة العشاء ناض، ما تعشاش. عيط له، قعدت انا في اجتماع مع الطاقم الفني وعيط للمساعد اللي كانوا ثم عقبوا الكونسي ديسبلين سانكسوني ان واد صالير لحالو. هذا هو يعني السبب الرئيسي الاول والاخر في عدم استدعاء المقابله. حاليا دائما ألغى الطاقم الفني لاتحاد الحراش حصة الاستئناف التي كان من المقرر أن تقام بملعب المحمدية صباح اليوم، وذلك بسبب حضور الأنصار للاستفسار عن إقصاء الكأس، واضطر شرف إلى برمجة الحصة مساء بملعب الدار البيضاء هربا من ضغط الأنصار. محمد نجيب هلال. ياكو في لافي جريكو تشوفوا ما جا حتى واحد، واحد ما يقابل، واحد ما يجي يهدر، ما يخلصوا لي جوار، ما يدوروا، ما يروحوا، نطالبوا منهم حنا كوم سيبورتي هم الكبار، عباد كبار، كاع يهدروا كل ما واحد كاع يروح. الاداره هذه لا تقول باللي احنا يعني صاص ما الدور ما يعطوني 10 ملاير، واش حطيت انت في الحراج؟ يروحوا يجي بيرو جديد يا اخو، بيرو يا اخو بيرو، كي تدخل الاسطاد تلقى المسيرين هذوك يضربوا عليك، كي تلقاهم واقفين هذاك هو البليزي. عندنا مشكل اداره، إدارة فاشلة ما قدرتش يا خويا تروح، هذا واش عندنا ميساج؟ بريزيدو يقول لك أنا مريض في البوست مور الماتش تاع تبسة، مريض حب يزيد يمرضنا، مين ما يروحش معاهم لتبسة، عضو ما راح معاه. وفي ذات السياق، رفض رئيس مجلس إدارة اتحاد الحراش عبد القادر مانع الاستجابة لمطالب الأنصار بالرحيل، مضيفا أن المدرب شارف يعمل على تكسير النادي. في ميكروفون بدر الدين حجان. وأنايا راني Je me sens à la disposition du club si jour-ci, mais je dis bien, je n'ai pas l'intention de continuer. Je n'ai pas l'intention de continuer, c'est-à-dire que c'est moi qui vais démissionner, mais si vous, il est Zemmoun, il a démission. Non, oui, il est dit Ziyada. Il est comme Ziyada, mais il est à gauche. Hein? Il est comme Ziyada, mais il dit même les étrangers. Oh, il y a les étrangers, il dit pour la compagnie. فهمتي؟ alors donc, نطلبوا من فضله الى يقدر يسلكنا من الحبطه، راه قاعد حتى لا فان سيزون، فهمت؟ ولا ما يسلكناش يرحم والديه، هو اللي يتحمل المسؤوليه هذه، لا يروح ولا يقعد.